المسطرة الجديدة لا تستثني أحدا، فحتى القاطنين القدامى ملزمين بإعادة التسجيل والإدلاء ببعض الوثائق الإدارية المحددة مع بداية كل موسم جامعي طيلة مدة إقامتهم بالحي. شحال رقم البيت؟ سال واحد. غادي تقراي وتشوفي شنو كاين فيه تما، وغادي تعمري وتسجلي تقليزي في المقاطعه. هذا التزام. مع انهما استفادتا من الحي قبل تطبيق المسطره الجديده، لم تنزعج رانيا وحنان القادمتان من الناظور من التغيير. في كل الأحوال تتمتع الفتاتان بأحقية الاستفادة من السكن. ظروف اجتماعية صعبة، تفوق دراسي، وبعد جغرافي. يلا بدينا نتنستالو في النيشان، يلا جبنا الباجاج ديالنا وداك الشيء، فهمتي؟ مع خصنا نلاغاليزي وشي حوايج وداك الشيء، كيف كنا لاهين شويه مع اوراقنا وداك الشيء. يلا دابا دابا عاد نصايبو. دابا حنايا ان شاء الله هادي تخوازون، حنايا كنسكنوا هنايا دابا. انتي وحنان؟ اه، ولكن ماشي في هاد لا شومبر. حنا في بريمي غالي كانوا عاطينا شومبر اكات على حساب القانون. اها، الجدادين كيسكنوا ديما في لي شومبر اكات هيداك. كيكون علينا الضغط كثير، لان كنتعاملوا مع الطالبات القدماء والطالبات الجدد، وبالتالي كيكون الجهد مضاعف، وخصنا نلبيو الرغبه ديال جميع الطالبات ونفهموهم ونقنعوهم، وبالتالي النتائج تكون مرضيه للجميع. السلام عليكم. الله يعاونكم. كيف غادي الامور؟ مزيان الحمد لله بخير. نحن لا نفوت ان يستفيد الجميع من الحي الجامعي، اي طالب حصل على البكالوريا، ولكن العرض هنا اقل بكثير من الطلب، وشريحه الفقراء والضعفاء في مجتمعنا هي عريضه وواسعه. والدليل على ذلك ان الطلبات التي قدمت لنا السنه الفارطه لم تلبى كامله، هذا مع العلم ان اعتمدنا هذه المسطره الجديده، ولهذا اذا حاولنا ان نعطي السرير بالحي الجامعي لمن يستحقه، فاننا لن نستطيع ان نلبي حتى هذه الطبقه الضعيفه جدا. بعد على الاقل عندنا فيو زوين الطبيعه، ولكن هما الناس مازال كي حتى دوك القدام دابا جايين زحمين مع دوك الجدادين. دزنا من هاد الشيء، دزنا في بروميير اني، في دوزيام اني، دابا تخوازيام اني، وحنا دايزين في هاد الشيء، زعما ضروري. مي طونت ولا مامون ديالي واختي الكبيره كلشي داز من هاد الحي، يعني الحمد لله زعما ما كانش مشكل انني نجي نقرا هنايا ولا فشي بلاصه اخرى، ما عندهمش مشكل. وانا بنت الناظور 8 سوايع ديال الطريق. 8 سوايع، ولكن زعما فاش جينا في بروميير اني ما كانش زيار بحال هكذا، فهمتي؟ كان شويه داكشي شويه مرخوف، يعني كنا جينا ديبوزينا الدوسي ساين شويه، غدا بعدو غدا بعدو غدا بعدو، يعني واخا كانت ورقه ناقصه ولا دنيا، يعني دابا لا. دابا في دوزيام اني خديت لا شومبر، تبدل كلشي، تبدل المدير، تبدلات داكشي كله، الرئيس شؤون الطلبه كلشي تبدل، داروا قوانين جداد. العام اللي داز في دوزيام اني سنين التزام، واحد الالتزام زعما اننا ما نديروش البوطه، ما نخليوش الضو مشعول، يعني كما كدير في داركم خصك دير هنايا، ماشي حيت ديال الدوله وتخليها. وداو الحمد لله زعما بخير. حنا لا فقد الادب الحمد لله جايه قريبه، كان
نهبطو مهبطة غير هنايا قريبة. كتاخدو لا ترونسبور لا طوبيس؟ لا ما كناخدو لا ترونسبور لا طوبيس لا والو.